فلن ننظر ورانا، مش هنبص ورانا ولا هننظر ولا هنبص للناس اللي تحتنا. اللي تحتنا هيفضل تحتنا، اللي تحتنا تحتنا بالارقام مش بالكلام. اللي تحتنا تحتنا بالارقام مش بالكلام. كلام مفيش اسهل منه، والهبهبه والكلام الكذا وكذا ده مفيش اسهل منه، لكن الارقام محدش يقدر يجملها او محدش يقدر يكذب على او بالارقام، خصوصا لما تبقى ارقام كبيره جدا. انا مره قلت هنا يا جماعه ان انا يعني لو انا رحت كده، تخيلت يعني، طبعا ده تخيل يعني مش اي حاجه، تخيلت كده ان لو انا رحت لمجلس اداره النادي قلت لهم يا جماعه من فضلكم عايزين نقفل، والجمهور النادي الاهلي قلت لهم يا جماعه من فضلكم عايزين نقفل النادي ده 10 سنين وبعد 10 سنين نرجع تاني، هتبقى الارقام او هتبقى الفروق كبيره جدا ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر. هذه هي الحقيقة، هي دي الأرقام، أو الأرقام بتقول كده، مش أنا اللي بقول كده، الأرقام هي اللي بتقول كده. فما تاخدوش في بالكم، كبروا دماغكم، خلي اللي عايز يتكلم يتكلم، خلي اللي عايز يقول حاجة يقولها. دايما اللي عنده غيرة واللي عنده، فارق كبير جدا جدا بين الغيرة والطموح. الطموح ده احنا بنشتغل عليه طول عمرنا كنادي أهلي، دايما بيشتغل على الطموح، ما بيشتغلش على حاجة تانية. لكن الغيره دي دايما اللي بيبقى حاسس، او الغيره والحقد يعني، دايما الغيره والحقد يعني ايه؟ للناس اللي حاسه ان هي اقل منك فبتغير وبتحقد عليك. اظن حضراتكم عارفين الكلام ده احسن مني مليون مره. طالما انت بتغير من جواك او بتحقد على فلان او على النادي الاهلي مثلا، يبقى انت اقل من النادي الاهلي بكتير. ايه المشكله لما يبقى كل حد في النادي بتاعه؟ يعني انا بحب النادي الاهلي وبشجع النادي الاهلي، ويهمني ان فريق النادي الاهلي يبقى كويس، ويهمني ان مجلس اداره النادي الاهلي يبقى كويس. اوقات كتيره بننتقد، او اوقات بننتقد عندما يكون هناك مجال للانتقاد بننتقد، او شيء حصل قدامنا بننتقده. ايه المشكله لما نعمل كده وكل واحد يفضل ماشي في الطريق بتاعه؟ وفي النهايه ارض الملعب هي اللي بتحدد كل شيء، واللي يكسب نقول له مبروك، والخسران نقول له هارد لك. هي دي الرياضه اللي احنا عارفينها واللي احنا اتعلمناها داخل النادي الاهلي، هي دي الرياضه، مفيش حاجه تانية. مش كره القدم بس، الرياضه بشكل عام هي كده. فهل ممكن ان احنا نطبق الرياضه دي في مصر؟ هنحاول احنا شخصيا من خلال هذا البرنامج، هنفضل كده، هنفضل زي ما احنا بنتعلم من اساتذتنا الكبار اللي موجودين، وفي نفس الوقت عندنا تاريخ، مش انا بتكلم بشكل عام، عندنا تاريخ كبير جدا 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 من المبادئ والاخلاق والقيم والاساطير الكبيره اللي مسنودين عليه. يعني الواحد يبقى قاعد كده ما عندوش اي مشكله، مسنود على تاريخ وقيم ومبادئ معروفه للكل وللجميع. فما فيش حاجه تهزنا، مفيش حاجه تخلينا نبص لحد ما اقل مننا. هو ده النادي الاهلي، هو ده اسلوب النادي الاهلي، هي دي طريقه النادي الاهلي.